خلونا نروح لمباراه النهارده، واستاد الاهلي ومباريات الناشئين، واحنا النهارده مع حضراتكم لاول مره في الموسم الجديد، ومباراه النهارده مهمه ومباراه صعبه، شباب الاهلي امام شباب انبي. لكن فكرتنا كانت منذ سنوات فكره امنا بيها، وبدا الغير يقلدها لما شاف ان الفكره مهمه جدا، ازاي تحط لاعب ناشئ صغير في ظروف مهمه جدا ممكن يشوفها لما يطلع في الفريق الاول، ما يتفاجئش بالجماهير، ما يتفاجئش بزاعه المباريات، ما يحسش ان عنده ضغط، لما يكون عاش الامور دي كلها وهو فتره الناشئين بيكون الامر عنده اعتاده، بيكون الامر اكثر سهوله. ولما كان البعض بيقول ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي ما بيطلعش ناشئين، كنا بنقول لا، الكلام ده مش صحيح. تعالى وارجع لورا بالارقام، شوف 4 سنين اللي فاتوا مين اللي طلع، مش للنادي الاهلي بس، للكره المصريه. هتلاقي عندنا محمد عبد المنعم، واحد من نجوم الكبار المحترفين دلوقتي في فرنسا، واحد من اللي بيلعبوا في منتخب مصر، واحد من اللي كان ليهم بصمه كبيره مع النادي الاهلي والفريق الاول. من هنا كانت البدايه من الناشئين، ايضا مصطفى شوير، ايضا احمد نبيل كوكا، كريم الدبيس، لعيبه كتير، حمزه علاء، مش عايز انسى حد. لكن تعالوا النهارده للقطات ونشوفها معانا، مين اللعيب ده ومين الهدف اللي احرزه ده؟ هو ده محمد عبد المنعم، لكن دي مبارياته في الناشئين وهو بيسجل هدف في مباريات الناشئين بنفس الراسيه اللي شفناها في كل مبارياته مع الفريق الاول، وايضا مع نهائي افريقيا امام الوداد. هو ده محمد عبد المنعم، واحنا بنزعله المباريات في الناشئين. طب محمد عبد المنعم اتغير لما طلع الدرجه الاولى؟ هو نفس البروفايل وهو نفس التسجيل، علشان كده كانت فكرتنا مهمه. المباراه دي كانت في ملاعب الناشئين في مدينه نصر، ومحمد عبد المنعم على العارضه الاخيره والثانيه، وبيقطع وبيسجل هدف مهم جدا في بدايه مسيرته مع النادي الاهلي. طيب تعالوا نشوف اهداف محمد عبد المنعم مع الفريق الاول. هي بالمناسبه بنتمنى له التوفيق في رحله الاحتراف وجمعتني. هو نفس الهدف قريب، محمد عبد المنعم مميز، يقطع العارضه الاولى، يقطع على العارضه الثانيه، هي نفس اهداف وتميز محمد عبد المنعم. كان جمعتني معاه مكالمه منذ ايام، وكنت بقول له لازم تصبر ولازم تستحمل، وهي البدايه بتكون صعبه، لكن ان شاء الله عندك ايمان كبير انك تقدر تكمل مسيرتك الاحترافيه، انت لعيب مخلص ولعيب عندك امكانيات كبيره. وهو فعلا من اللعيبه اللي احنا كنا دايما بنشاور وبنتكلم وبنقول عليها، محمد عبد المنعم. طيب عندنا لعيب تاني، ولكن المرة دي في حراسة المرمى عندنا. طيب لسه مستمرين مع أهداف محمد عبد المنعم، طبعا كلها أهداف حلوة ورائعة.